نبيل عماد دونجا اللي بيستلم كورته دلوقتي من ناحيه اليمين مضغوط عليه. نادي بيراميدز بيعمل كل حاجه صح. يوصل عند منطقه الجزاء يعمل كل حاجه غلط. ناحيه الشمال عند محمد حمدي. يلعب التمريره. هنا الكره عند رمضان، رمضان صبحي. رمضان ناحيه اليمين. احمد فتحي. احمد فتحي. رمضان صبحي، حلوه الكوره 1 2 ممتاز، ادي احمد فتحي عرضيه خطيره، هدف اول، هدف اول فخر الدين، يا باي عليك يا فخر الدين، يسجل هدف اول فخر الدين بن يوسف، خلاص يكسر يكسر التكتل الدفاعي اللي مطبقه نادي المقصه، صمد المقصه ساعه كامله من اللعب عشان ياتي لاعبي نادي بيراميدز تحركا بعد جمله 1 2، اولى الثانيه الثالثه فين؟ الثالثه في العرضيه بالقدم اليمنى من فخر الدين بن يوسف عشان يتقدم بيراميدز بهدف اول. والفخر الدين يضع الكرة في الشباك في الدقيقة 59 مشاهدينا الكرام عشان يتقدم الفريق الأبيض. صمد كثيرا المقصة، نجح في الصمود ساعة كاملة، فرض أسلوب دفاعي جيد جدا وأحدث الخطورة، وبيراميدز مازال يحدث الخطورة ويوسف التبديل في الشوط الثاني، فمش تعبان زي عبد الله السعيد بكل تاكيد، وكمان اصغر سنا من عبد الله السعيد. فادي الكوره عند ابراهيم عادل، معاه الكوره ابراهيم يطلع صابر 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 صابر، والهدف الثاني 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 لبيراميدز يسجل محمود صابر الهدف الثاني، وخلاص يضع بيراميدز عند النقطه 38، يتقدم بيراميدز بالهدف فوقه ويؤكد افضليته في التقدم. هدف ثاني بعد الصناعة من إبراهيم عادل والتسجيل من محمود صابر، يوصل نادي بيراميدز عند النقطة 38 ويتجمد رصيد نادي المقصة عند النقطة رقم 10. هارد لك المصري للمقصة، قدموا مباراة عالية، قدموا مباراة محترمة، قدموا مباراة جيدة. محمد مجدي عمل تصديات رائعة في هذه المباراة. بيراميدز سجل هدفين، الهدف الأول من فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 59، الهدف الثاني كان عن طريق دلوقتي